وين ذاهبين القوى السياسية بالبلد؟ وين ذاهبين؟ يعني هو بالتأكيد يوجد انقسام، لا 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 توجد يقينيات في هذا المشهد. كانت الجلسات السابقة كلها قبلها يبشر بأنه انتهى الموضوع، وفي اللحظة الأخيرة تتفلش التحالفات والاتفاقات لسبب بسيط، في أنه أكو غياب ثقة في أنه إذا فعل الطرف السياسي فلان أو الزعيم السياسي فلان هذا الفعل إلى ماذا سوف يؤدي. المجيء بالمشهداني تحت ظل سيناريو الانتخابات المبكرة، نعم هذا جاي يطرح، وطرح حتى في الجلسة السابقة بين الحلبوسي والمالكي، لكن هل هذا الفعل اللي يراد من خلال تمرير المشهداني لأجله هو تام، يعني يصير على أرض الواقع؟ أنا أقول بأنه يناقش، ولكن ليس بالضرورة أنه أولا صحيح وسوف يمر. لماذا؟ لأن هنالك أطراف تعارض مسألة الانتخابات المبكرة.